في هذا الفيديو رح نتعرف على 10 ألغاز فيزيائية ما قدر العلماء يحلوها لليوم. فكرتوا مرة شو هي الطاقة المظلمة أو كيف بلش الكون؟ ممكن يكون في أكوان تانية مثل كوننا. راح نتعمق بهذه الأسئلة وغيرها ونستعرض أكبر ألغاز الكون اللي لساتها بتحير علماء الفيزياء. جهزوا حالكم لنغوص في عالم من الغموض والظواهر المثيرة. في البداية خلينا نحكي عن لغز كبير بيحير علماء الفلك، المادة المظلمة والطاقة المظلمة. تخيلوا إن كل اللي بنشوفه في الكون من مجرات ونجوم وكواكب ما بيمثل غير 5% من مكونات الكون. طيب، شو عن 95% الباقية؟ هي مجهولة تماماً. بنسمي هذا الجزء المجهول المادة المظلمة والطاقة المظلمة. منعرف بوجودهم بس من خلال تأثيرهم على المادة اللي بنشوفها، لكن طبيعتها الحقيقية لساتها غامضة. بتشير الدراسات إن المادة المظلمة بتشكل حوالي 27% من كتلة الكون، وهي المسؤولة عن تماسك المجرات. أما الطاقة المظلمة فبتشكل حوالي 68% من طاقة الكون، ويعتقد العلماء إنها السبب في توسع الكون بشكل متسارع. فهم طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة ممكن يغير فهمنا لكيفية عمل الكون بشكل كامل. من زمان الإنسان بيحاول يفهم طبيعة الزمن. هل هو سهم ماشي باتجاه واحد أو نهر ممكن نعوم عكس تياره؟ قدم لنا ألبرت أينشتاين في نظريته النسبية فكرة إن الزمن مو ثابت، بل هو بيتغير بتغير سرعة الشخص اللي بيراقب الزمن. يعني الزمن بيصير أبطأ كل ما اقتربنا من سرعة الضوء. طيب، كيف نفهم هالشي في ميكانيكا الكم اللي بتوصف سلوك الجسيمات الصغيرة؟ في بعض النظريات بتقول إن الزمن ممكن يكون متقطع، يعني بيتحرك على شكل قفزات صغيرة جدا بدل ما يكون مستمر. وإذا كان هالشي صحيح، شو هي طبيعة هذه القفزات؟ وكيف ممكن نقيسها؟ فهم طبيعة الزمن هو واحد من أكبر التحديات اللي بتواجه الفيزياء الحديثة، وممكن يساعدنا نفهم بداية الكون ونهايته. هل ممكن يكون في أكوان تانية مثل كوننا؟ بعض النظريات في الفيزياء مثل نظرية الأوتار ونظرية التضخم الأبدي بتشير لإمكانية وجود أكوان متعددة. بتقول هالنظريات إن في عدد لا نهائي من الأكوان، كل واحد منهم له قوانينه الفيزيائية الخاصة فيه. ممكن بعض هذه الأكوان تكون مثل كوننا، وممكن يكون في أكوان غريبة وصعبة نتخيلها. على سبيل المثال، نظرية الأوتار بتقول إن في أكوان مع أبعاد إضافية ما بنقدر نشوفها، بينما نظرية التضخم الأبدي بتقول إن كوننا مجرد فقاعة صغيرة في بحر كبير من الأكوان. لساتها فكرة الأكوان المتعددة مجرد نظرية، لكنها بتخلينا نفكر بأسئلة كثيرة عن مكان كوننا في هذا الوجود الكبير. الفصل الرابع، ظاهرة الفيرلي عن بورد. ظاهرة التشابك الكمي هي واحدة من أغرب الظواهر في ميكانيكا الكم. تخيلوا إن عندنا جسيمين متشابكين مهما كانت المسافة بينهم. قياس حالة واحد منهم بيأثر على حالة الثاني فورا، مثل ما يكونوا متصلين بشكل غريب. كيف ممكن جسيمين يتواصلوا مع بعض بسرعة أكبر من سرعة الضوء؟ هل في شيء مخفي علينا في طبيعة الكون؟ هالظاهرة أثارت جدل كبير بين علماء الفيزياء، وتفسيراتها لساتها قيد النقاش. ممكن ظاهرة التشابك الكمي تعمل ثورة في مجالات مثل الحوسبة الكمية والاتصالات الآمنة، لأنها ممكن تنقل المعلومات بشكل فوري وآمن تماماً. الفصل الخامس، الانهيار التلقائي للدالة الموجية. في عالم ميكانيكا الكم، ما في حقائق ثابتة، بل احتمالات فقط. الدالة الموجية بتوصف حالة الجسيم الكمي، وهي بتحدد احتمالية وجود الجسيم في مكان معين أو في حالة معينة. لكن لما نقيس حالة الجسيم، الدالة الموجية بتختفي وبيصير للجسيم حالة واحدة فقط. طيب، شو اللي بيحدد نتيجة القياس؟ وليش الدالة الموجية بتختفي أصلاً؟ ما في إجابة واضحة لها الأسئلة لليوم. في بعض التفسيرات مثل تفسير كوبنهاجن بتقول إن عملية القياس هي اللي بتخلي الجسيم يختار حالة محددة، بينما في تفسيرات تانية مثل تفسير العوالم المتعددة بتقول إن كل الاحتمالات بتتحقق في أكوان مختلفة. انهيار الدالة الموجية هو واحد من أكثر الجوانب الغامضة في ميكانيكا الكم،
وبيكشف حدود فهمنا لكيفية عمل الكون على المستوى الصغير جدا. الفصل السادس، الثقب الأسود والمعلومات. الثقوب السوداء هي من أكثر الأشياء غموضا في الكون، مناطق بجاذبية قوية جدا ما بيقدر حتى الضوء يهرب منها. طيب، شو بيصير للمعلومات اللي بتدخل الثقب الأسود؟ حسب نظرية النسبية العامة لأينشتاين، المعلومات بتختفي للأبد داخل الثقب الأسود. لكن هل فكرة بتناقض مبدأ أساسي في ميكانيكا الكم، وهو إن المعلومات ما بتروح أبدا؟ هالتناقض بيسمى مفارقة معلومات الثقب الأسود. بعض النظريات بتقول إن المعلومات ما بتختفي، بل بتتشفر بطريقة ما على حدود الثقب الأسود. حيلساتها هالمسألة قيد الدراسة وبتسلط الضوء على الصعوبات اللي بتواجه العلماء في التوفيق بين النسبية للعامة وميكانيكا الكم. الجاذبية الكمية هي حلم كبير لعلماء الفيزياء الحديثة. هي النظرية اللي بتربط بين قوتين أساسيتين في الطبيعة، الجاذبية اللي بتوصفها النسبية العامة، وميكانيكا الكم اللي بتوصف سلوك الجسيمات الصغيرة. تكمن الصعوبة في إن النسبية العامة بتوصف الجاذبية كتشوف المكان والزمان، بينما ميكانيكا الكم بتوصف الجسيمات كموجات احتمالية. كيف ممكن نربط بين هالمفهومين المختلفين تماماً؟ نظرية الأوتار هي واحد من أهم النظريات المرشحة لنظرية الجاذبية الكمية، وبتوصف الجسيمات كهتزازات لأوتار صغيرة جداً. لكن لساتها نظرية الأوتار في بدايتها، وبتواجه تحديات رياضية وتجريبية كبيرة. اكتشاف نظرية الجاذبية الكمية راح يكون ثورة في فهمنا لكيفية عمل الكون، خاصة في الظروف القاسية مثل الثقوب السوداء والانفجار العظيم. ممكن يكون في مواد تانية في الكون غير المادة اللي بنعرفها. بعض النظريات بتشير لوجود مادة غريبة عندها خصائص غريبة جدا. على سبيل المثال، نظرية التناظر الفائق بتقول بوجود جسيمات شريكة لكل جسيم بنعرفه. يعني الإلكترون عنده جسيم شريك اسمه سلكترون، والفوتون عنده جسيم شريك اسمه فوتينو، وهكذا. لحد هلا ما تم اكتشاف هذه الجسيمات الشريكة، لكن لو تم إثبات وجودها راح يكون لها تأثير كبير على فهمنا للفيزياء الأساسية. ممكن تكون المادة المظلمة جزء من هذه المادة الغريبة. البحث عن المادة الغريبة هو واحد من أهم أهداف التجارب اللي بتدرس الجسيمات، مثل مصادم الهيدرونات الكبير في سيرن. ممكن نسافر عبر الزمن أو ننتقل بين النجوم بسرعة أكبر من سرعة الضوء؟ هالأفكار موجودة في الخيال العلمي، لكن بعض النظريات الفيزيائية بتقول إن ممكن تصير نظرياً. هالنظريات بتحتاج لوجود طاقة سالبة أو كتلة سالبة. في النسبية العامة، الطاقة والكتلة بتأثر على المكان والزمان، وممكن نستخدم هذا التأثير لإنشاء ثقوب داودية أو دفع يسمح بالسفر عبر الزمن أو السفر بسرعة أكبر من سرعة الضوء. لكن لساتها الطاقة السالبة والكتلة السالبة مجرد نظريات وما تم إثبات وجودهم عمليا. وحتى لو تم إثبات وجودهم، استخدامهم للسفر عبر الزمن أو السفر بسرعة أكبر من سرعة الضوء راح يواجه تحديات تقنية ونظرية كبيرة. مع ذلك، هالأفكار بتلهم علماء الفيزياء ومحبي الخيال العلمي. كيف بلش كل شيء؟ شو هو مصدر الكون اللي بنعيش فيه؟ سؤال أصل الكون هو واحد من أقدم الأسئلة الفلسفية والعلمية. نظرية الانفجار العظيم هي أفضل تفسير عندنا لحد هلا عن بداية الكون. حسب هالنظرية، الكون بدأ من نقطة صغيرة جداً وحارة جداً منذ حوالي 13.8 مليار سنة، وبعدين بدأ يتمدد ويبرد. لكن نظرية الانفجار العظيم ما بتجاوب على كل الأسئلة. شو اللي صار قبل الانفجار العظيم؟ وشو هو مصدر الطاقة اللي عملت الانفجار؟ في نظريات تانية بتحاول تجاوب على هالأسئلة، مثل نظرية الكون الدوري ونظرية الكون المتعدد. لكن لساتها هالنظريات في بدايتها وبتحتاج لدلائل أكثر لإثباتها. البحث عن أصل الكون هو رحلة مثيرة في توصلنا لحدود المعرفة البشرية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية رحلتنا في عالم الألغاز الفيزيائية. إذا عجبكم الفيديو، لا تنسوا تشتركوا في قناتنا وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. شاركونا في التعليقات أي من هذه الألغاز.
حرك فضولكم أكثر. وإذا كان عندكم أي أسئلة أو أفكار لفيديوهات جاية، بتشوفكم في الفيديو الجاي على مفاهيم فيزيائية.